السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي الأفاضل، مرحبا بكم. تنتمنى أنكم تكونوا في أحسن حال وأحوال فين ما كنتوا، سواء داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن، والله يعمر ربي يحفظ هذه البلاد هذه من كل شر. إذا أخوتي أخواتي متتبعي قضية معيشة، الله يوليها برحمة الله هذه القضية اللغز اللي في 24 ساعة الأخيرة، لا خبر يعلو على خبر تطابق عينات الرماد مع الجثة ديال الفقيدة أمي عائشة، من بعد ما تم تداول خبر أن الشرطة العلمية أنها التحقت بعين المكان بمنطقة القرين أو بدوار القرين بالفقيه بن صالح، وخدات عينات من الرماد من أجل إجراء الخبرات العلمية عليها باش تأكد واش فيها شيء، يعني فيها جثة آثار لجثة أمي عائشة أو لا لا. فمن بعد تضارب الأخبار الإخوان بخصوص يعني خروج النتائج ديال هاد الخبرة العلمية، فهناك يعني اللي تيقول أن النتائج خرجات، وبالأكثر من هذا تأكدوا بأن النتائج خرجات وأكدت تطابق ديال هاد العينات، وأيضا هناك من يقول بأن النتائج ما خرجاتش، أو لا أن رجال الأمن يعني ما صرحوش، أو الجهات المسؤولة ما صرحاتش. لكن قبل أخوتي أخواتي ما أنني ندوز بالتفصيل باش أنني نوضح لكم هذه المسألة، التوضيح الحاسم يعني في هذه القضية دي لعدي يحسم الجدل في هذا الأمر هذا. فكنتمنى إخواني أخواتي أنكم تدعموا هذا الفيديو هذا باللايكات ديالكم، والدعم ديالكم راه كرم منكم وفضل منكم وماشي أمر منا إخواني أخواتي. وعلى بركة الله نستمر في تفاصيل القضية وفي تفاصيل تجزي هذا الخبر يعني وتوضيح صحته من عدم صحته. إذن خوتي أخواتي، لا أحد يعني ممكن أنه يقول بأن الشرطة العلمية أو اللي ينفي أن الشرطة العلمية أخذت عينات من الرماد اللي موجود بالمنزل الثاني ديال الملقبة بالشلحة بدوار القرين بمدينة الفقيه بن صالح. إذن هذه المسألة دي محسومة، الشرطة العلمية أخذت عينات من ذاك الرماد لكي تجري عليها هذه الخبرات، لكن ظهور النتائج فالأمر إخواني أخواتي غير صحيح. النتائج لحد الساعة مازال ما ظهراتش، ومازال الشرطة العلمية ما عطاتش نتائج، أو لا ما كاينش حتى شي تسريبات، لأن البعض أشار إلى أن هناك تسريبات، فالإخوان ما كاين لا تسريبات لا حتى شي حاجة، هذيك مجرد افتراضات وتحاليل ديال أشخاص يعني مستقلين ما عندهمش علاقة بهذه القضية. أما الجهات الأمنية فمازال لحد الساعة ما خرجتش شي أخبار بخصوص النتائج ديال هاد التحليلات. وايضا باش انني نزيد للعلم ديالكم، فالاخوان هاد المسألة ديال هذاك الحرق وعلاقته بالوفاة ديال هاد السيدة والتصفية او التخلص من جثة ام عائشة، فانا اعتقد ماشي غير اعتقد، فغادي نقنعكم بالدليل بان هادوك العافية اللي كاينه تما ما عندهاش شي علاقة بجثة ام عائشة، او لا بالوسيلة ولا الطريقة اللي تم التخلص من جثة ام عائشة. اذا وبالدليل، والدليل هو الإخوان، هو أن الجثة يعني ديال الجثة ديال أي إنسان يعني ما يمكنش أنها تحرق. وقلت وسبق لي وشرت لها في البدايات ديال هذه القضية في واحد الفيديو، قلت بأن إذا كانت حرقاتها غادي تكون احتاجت واحد نسبة حرارة يعني مرتفعة، يعني فران أو لا شي حاجة، ماشي هكاك في البرد في سمو عافية ديال العواد، يعني هذه المسائل ما يمكنش أن غادي تحرق بها جثة ديال الإنسان. حنا كنعرفوا وسبقنا شفنا قضايا اللي في هذه المسألة، وكيف ما كنت شرت في هذاك الفيديو في البدايات ديال هذه القضية، فخاصها يعني إلا بغات تحرق غادي تحرقها في شي بلاصة اللي فيها فران، شي بلاصة اللي ممكن أن درجات الحرارة أنها تكون مرتفعة. والناس اللي خدامين في الكنائس في أوروبا، أو الناس اللي كيحرقوا الموتى، فعندهم دراية وعارفين علاش كنتكلم، لأن درجة الحرارة إذا كانت درجة حرارة عادية فما يمكنش أنها تحرق الجثة، ممكن تشوه المعالم ديال الجثة ولكن ما يمكنش أنها تحرق الجثة. لهذا فالطرح ملغي وكتلغيه يعني كل التفاصيل العلمية. لكن الشرطة العلمية مسألة أخذهم لعينات رماد هذه مسألة عادية وإجراء تقني وإجراء أمني، ولا بد ما خصهم يقوموا به، لكن المنطق تقول بأن وسيلة أخرى هي الوسيلة اللي استعملت مولات البليزة باش أنها تخلص بالجثة. ما كاينش يعني المسألة ديال الحرق لا تدخل ضمن طرق
اللي ممكن نعتبره أن طريقة تكون استعملت هذه السيدة هذه، لأن كيف ما قلنا خاص ولا بد تكون عندها واحد درجة حرارة. لهذا إخواني أخواتي، فراه يعني غير نفكروا شوية غادي نعرفوا بأن راه ما يمكنش. زائد هناك معلومات اللي كتقول بأن هاد العافية وهاد أغلب الآثار ديال الرماد اللي كانت ما يعني جديد ما يعني جاء من بعد، يمكن تافش تعتقلت هاد السيدة والله أعلم، يعني رماد جديد ما عندوش في البعد الزمني ديالو ما مرتبطش بفترات يعني الأسابيع الأولى ديال القضية، يعني رماد جديد ربما يعني ما عندوش علاقة في هاد القضية دي. معلومات اللي صدرت من الجهات المقربة ديال العائلة ديال أم عيشة. زائد هناك واحد المسألة أخرى، هو أن ذاك الاعتراف ديال الجيران أو ذاك التصريح ديال الجيران وذاك الكلام اللي قالوا العائلة ديال أم عيشة لما مشاو وعينوا المكان، عينوا المنزل الثاني ديال مولات الباليزة، فقالوا لهم بأن كانوا كيشموا واحد ريحة خانزل، وكان كانوا كيشموا ريحة خانزل اللي هي نتيجة ديال دخان كانوا غادي يقولوها. أنا كنت درت واحد الفيديو وناقشت في هذه المسألة دي ديال أن الأمر ما واضحش في ديك الريحة، واش ريحة كتعود ولا المصدر ديال دخان، لأننا احنا من يعني نشمو دخان غادي يبان لينا راه دخان زائد فيه ريحة كريهة، نتاج ديال الدخان، يعني كنكونوا عارفين المصدر ديال ديك الريحة بأنها جاية نتاج ديال تحرقات شي حاجة خانزة وعطات ديك ريحة خانزة. لكن هما مادام أنهم ما وضحوش هذه المسألة بأن دخان، دونك راه كانوا كيشموا ريحة ديال عادية، يعني ريحة اللي خارجة نتاج المصدر ديالها جثة او لا يعني جيفه او لا شي حاجه اللي ممكن ان تفسد خضره او لا شي حاجه اللي يعني ممكن ان تدير ريحه كثيره. والامر كيبان يعني من خلال كل التحليلات وكل الاشارات راه كتشير ربما والله اعلم ان تكون رائحه ديال الجثه ديال ام عيشه هي اللي كانت خارجه، على الرغم من ان ديك الدار ما فيهاش لا شرجم لا تشي حاجة، لا ضوايا لا شرجم لا تشي حاجة مبنية هكاك، فيها الباب فقط مسقفة وما عندهاش كيف ما قلنا شي منافذ ديال الإغاثة أو لا شراجم. إذن خوتي خواتاتي، فجيت في هذا الفيديو هذا باش نوضح ونحسمو في هذه المسألة ديال خروج أو لا تسريبات اللي أكدت تطابق هذه العينة ديال الرماد مع أم عيشة، فهذا الخبر هذا غير صحيح. الخبر اللي عليه توافق هو أن الجهات الأمنية خدات عينات من رماد، زائد المعلومة الأخرى اللي هي أن رماد هذا جديد وما عندوش علاقة، زائد المعلومة اللي يعني كتأكد لنا أن لا علاقة لهذيك هذاك الرماد اللي كاين تما بحرق الجثة، اللي هي أن باش أنك تحرق واحد الجثة خاصك واحد النسبة ديال الحرارة اللي تكون مرتفعة جدا، عاد ممكن أنك تخلص من جثة عن طريق الحرق. إذن خوتي وخواتاتي في الختام، تنتمنى أنكم تدعمونا والدعم ديالكم هو الوقود اللي كيحمسنا بلايك لهذا الفيديو هذا، واللي ما مشتركش في القناة أنه يشترك في القناة وينتمي لعائلة ميد لايف، وتنتمنى أنني أتلاقاكم في القريب العاجل في أحسن صحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله.